الله صديقاتكم كل خير اخواني واخواتي. في شغلتين مهمين جدا في حياتنا اليومية. احيانا تتألم لما يجيك مثلا ألم في الضرس تكتشف انه هو تسوس، واحيانا تحتار تبغي يعني اسنانك تعدلها تضبطها. هاي كلنا مرينا فيها بالظروف هذه، صح؟ صح. طيب، لكن انك انت تكتشف التسوس قبل ما يبدأ هذه ميزة. الميزة الثانية أنك ترسم ابتسامتك حسب شخصيتك وحسب أيضا رسمة وجهك. تستغرب صح؟ لا لا تستغرب، بدخل معاكم الآن عيادة موجودة في قطر وعندها هالخدمتين، راح نشوفهم مع بعض. هذه عيادة الدكتورة مجد الهباب لطب الأسنان. راح ندخل ونتعرف على هذا المكان مع بعض بإذن الله تعالى. طبعا لو ندخل على اليمين، هاي طبعا استراحة خاصة. السلام عليكم. يعطيكم العافية إن شاء الله. هذه طبعا استراحة، وهذا هنا الاستقبال، وراح نتعرف على الخدمات المقدمة. طبعا هذه الاستراحة الأولى مثل ما قلنا لكم، هي استراحة عامة. استراحة عامة أوكي، وفي أيضا استراحة خاصة للنساء. هذه خاصة للنساء. وراح ندخل مع بعض الآن إلى الدكتورة مجد. مرحبا يا دكتورة، يعطيك العافية. كيف الحال دكتورة؟ إن شاء الله طيبة. مرحبا أخي حسن، ومرحبا بجميع المتابعين. بنحكي عن نقطة كتير مهمة في طب الأسنان. أهم شيء في طب الأسنان الاكتشاف المبكر لأي مشكلة، سواء في اللثة أو سواء في الأسنان نفسها، لأنه الأسنان ومرضها والمرض أمراض اللثة معظمها أمراض صامتة. شو يعني صامتة؟ يعني إحنا معظمنا ما بنحس فيها، وفقط بتأجي يعني فقط بنحس بالألم إلى المشكلة صارت 70-80%، وما بدنا ننتظر لهاي المرحلة، لأنه إحنا بندخل في تعقيدات العلاج. وكل ما كان العلاج في طب الأسنان بسيط وسهل، يعني هذا رح يخدم بشكل أكبر كبير للمستقبل. في عنا في العيادة أخي حسن جهاز كتير مهم، وأنا شخصياً ما أستغني عنه في تشخيص أي من أمراض الأسنان. يعني أنا حتى بيهمني صراحة أكثر من الأكس راي. طيب، الكاميرا اللي هي داخل الفم تعطينا تكبير واضح لكل شيء ممكن يكون داخل الفم. يعني أنا معظم التسوسات أشوفها في المراحل البدائية جدا جدا جدا، قبل ما المريض حتى يحس فيها. ومعظم المرضى لما نرويهم على الكاميرا بينصدم، معقول أنا عندي هاي المشكلة وأنا مش حاسس فيها؟ فهذا أنا بالنسبة لي الجهاز السحري اللي أكتشف فيه الأمراض. طيب أخي حسن، كمان في شغلة كتير مهمة أنا حابة أنه الناس يتعرفوا عليها، وهي تقنية جديدة، تصميم الابتسامة أو الديجيتال سمايل ديزاين. شو يعني ديجيتال سمايل ديزاين؟ يعني الآن إحنا بمقدورنا أنه نصمم الابتسامة بطريقة مختلفة وبطريقة شخصية لكل إنسان. يعني إحنا إذا عم بنلاحظ معظم الناس صار عندهم نفس الابتسامة، نفس الطول، نفس العرض، نفس البياض. الابتسامة لازم تعكس شخصية الإنسان. يعني الشخصية الهادئة ما بنفع نحط لها أسنان مستطيلة وطويلة. الشخصية الديناميكية كمان ما بنفع نحط لها أسنان بيضاوية. فإذا الشخصية لازم تكون متناسقة مع الوجه مع الأسنان، يعني هي عبارة عن منظومة متكاملة. هذا نوع ثاني من الكاميرا اللي أنا بأخذ فيه الفول فيس، يعني عشان أنا أصمم الابتسامة وأدخلها في البرنامج بهمني أخذ أنا معالم الوجه كاملة. وهذه كمان نوع آخر من الكاميرات كمان ما بستغني عنه، تعطينا توضيح لحتى معالم الابتسامة ومعالم الوجه والملامح بشكل عام، وبنقدر ندخلها على السوفت وير أو البرنامج الكمبيوتر ويعطينا الابتسامة. دكتور إيش هذا الجهاز؟ شكله غريب. ويعني عدة أجهزة عندك، بس هذا لفت نظري صغير وشكله غريب، إيش هذا؟ هذا جهاز التخدير الإلكتروني.
جهاز تخدير الإلكتروني بينفع ب 70 إلى 80% من الحالات بدون ما نضطر نعطي الإبرة التقليدية، خلينا نقول في طب الأسنان هي البنج. البنج هو بنج ولكن بالتنقيط. يعني ما في داعي إحنا نحط كامل الأمبولة في داخل الفم، فبالتالي بنحط هذا زي مثل القلم، تمام؟ وهو بيعمل بتنقيط المواد المخدرة داخل أو حوالين الأضراس. الحلو فيه انه خصوصا في التخدير السفلي، اذا نلاحظ ان المخدر بالطرق التقليديه لازم نخدر معه اللسان والشفه، بهذا الجهاز فقط بنخدر الضرس اللي بدنا نشتغل عليه، فبالتالي بيروح بسرعه مفعول البنج يعني خلال نص ساعه وخلص بيطلع بشكل طبيعي. بحب اني ارحب فيكم في عيادتنا، احنا موجودين في فريج السودان. زي ما ركزنا بالبدايه، التشيك اب الدوري ما بيكلف وسريع جدا، ولكن بيعطيكم فكره عن كل الاشكال والاشياء اللي موجوده داخل الفم. حلو انكم تعرفوا عنها، حلو انكم تعرفوا عن وضع اسنانكم ولثتكم كل فتره، ويا مرحبا فيكم واحنا جاهزين في خدمتكم.